على مستوى المنتخب الاسباني كمان، شايف ازاي منتخب اسبانيا ووصوله وصعوده لكاس العالم طبعا 2022، شايف ازاي الكره الاسبانيه من خلال منتخب اسبانيا، وهل منتخب اسبانيا بهذه العناصر وطبعا بهذه المجموعه من الشباب قادر على يعني الوصول لابعد نقطه في كاس العالم او الحصول على كاس العالم القادمه؟ ان شاء الله ان شاء الله. لكن الامر لن يكون سهلا ويكون صعبا، سيكون هناك الكثير من المنافسه. مستوى الفرق التي ستحضر كاس العالم مرتفع جدا، لكن فريقنا ومنتخب بلادنا لدينا لاعبين موهوبون، وفريق نطمح الى الفوز بكل شيء. اكرر ان شاء الله اسبانيا ستصنع الحدث في كاس العالم كما حدث في جنوب افريقيا. يعني كمان عايزين نتكلموا على يعني المنافس وغريمه برشلونه كمان، رايه ايه في برشلونه بقدوم تشافي، وهل تشافي قادر في الفتره اللي جايه كمان على عوده برشلونه لسابع عهدها وتكون منافس قوي للفوز بالليجا الاسبانيه؟ أنا أحترم برشلونة وأقول لك أن تشافي غير العديد من الأشياء المهمة في الفريق. برشلونة دائما يتواجد في المقدمة وسيكون دائما في المقدمة. أحترم برشلونة، هو منافسنا الأبدي. صحيح أن منافسنا الأبدي في إسبانيا ليس على ما يرام الآن، لكن لديه الكثير من الجدارة ما تم تحقيقه حتى الآن. يبقى فخر أيضا لإسبانيا كما ريال مدريد. برشلونة أحد أعظم الفرق وأكون لهم كل احترام، ورئيس النادي صديقي. نحن نتسيد الكرة في اسبانيا بجانب برشلونة وريال مدريد، واتمنى ان يعود برشلونة كما كان من قبل لينافس ريال مدريد، لان الان ليست هناك منافسة، والمنافسة في الكرة الاسبانية مختلفة، وتعلم صعب جدا عدم وجود منافسة، لم تشعر بالمتعة، يجب ان يعودوا لينافسونا. أخيرا طبعا رسالة صغيرة لجماهير النادي الأهلي وللكرة المصرية بشكل عام من الرئيس التاريخي اللي طبعا ريال مدريد، تقول لنا إيه؟ كل ما أريد أن أقوله تاريخ النادي الأهلي يجب على جمهور النادي الأهلي أن يفتخروا بكل ما يقدمه فريق بلادهم، لأن الأهلي صنع لجماهيره قاعدة جماهيرية كبيرة في أوروبا، والأهلي معروف، وهذه ليست مجاملة. أنا لا أجامل النادي الأهلي، أنا أتحدث عن حقائق. يجب أن تذهب إلى وسائل الإنترنت لتبحث عن النادي الأهلي. ثاني أكثر الأندية تتويجا على البطولات في العالم بعد ريال مدريد. يجب أن تفخروا بكل ما يقدمه مجالس الإدارات المختلفة للأهلي. أنا لست متخوف من عبور اللقب القاري، ولكن أقول لك الحقيقة، الأهلي سيعبرنا. كل التوفيق. طبعا بنشكرك وشرف لينا تكون موجود معنا. طبعا الرئيس التاريخي رامون كالتيرون، رئيس نادي ريال مدريد السابق.